إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه
لأقطعن أيديكم
عصاك البحر فانفلق
واغفر لأبي إنه
وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون
هم بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما Fell.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون
الأرض